وفي نهاية الحلقة مشاهدينا، لا للعنف ولا لي أي سبب بالنسبة لي نهائي إن أنا ممكن أقبل إن حد لا يسبني ولا يشتمني ولا يضربني ولا وحطي خط أحمر تحت اللي جاية دي ولا يكسر لي ثقتي بنفسي وكرامتي ونجاحي وكبريائي وشكلي حياتي أنا الداخلية دي اللي هو شخصيتي. لن أسمح، كل ست بتتفرج عليا وكل بنت بتتفرج عليا، ما تسمحيش لمخلوق اتخلق على الأرض إن يكسر لك ثقتك بنفسك. اقعدي مع نفسك، شوفي كل الحاجات الحلوة اللي جواكي، شوفي إيه الحلو، الراجل ده جه ارتبط بيا ليه؟ ما أكيد في حاجات حلوة كتير هو حبها فيا. طب لما هو يموتها فيا يبقى أنا لازمتي إيه؟ ليه أسمح لأي حد ممكن يموتني من جوه؟ فما تسمحيش لحد يكسر ثقتك بنفسك، يكسر شكلك، نجاحك، حياتك أبداً. ولو أول ما تحس إن أنت في العلاقة السامة دي على طول يا تلجأ المتخصص من البداية، أبيض يسود، لكن أعيش عمري كله بقبل إهانة، بقبل عنف، بقبل أي حاجة ضد تربيتي وديني وحياتي، لا، اوعي تعملي كده في نفسك، أنت أحلى حاجة ربنا خلقها على الأرض.